على الحقيره لا ارد عليه. و مؤدب على نعم معنى كثير مؤدب على لا مؤدب من يتهمني بالاماره الامريكان وهو يتعاون مع الامريكان لا تأدب معه احتقره. من يتهمني بالاماره الامريكان احتقره لا اؤدبه. واما هو يطلب التقارب وكلهم يتغنون بالتقارب وهم يسبون اهل بيت الرسول، وساثبت اتركوا لي جلسه مستقله لأثبت من كتب الشيعة كيف أن الشيعة يسبون أهل بيت الرسول، حتى علي حتى ابن عباس، ولكن هذا ليس موضوعنا الآن، ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون يقول أخي وهابي وعمر قال كذا ورضي الله تعالى عنه، مثل الزئبق مثل الزئبق ما تستطيع تمسكه من المكان. ليش؟ لأنهم على دين لو كتموه عزه الله. شو يعني؟ إن لو أظهروه أذلهم الله، وفعلا هم على دين لو أظهروا أذلهم الله. المسلمين يذلونهم لما يقولون بتحريف القرآن، المسلمين يحتقرونهم لما يقولون بسب الصحابة وشتم الصحابة، المسلمين يحتقرونهم. والشخص الذي تدخل وقال أنا دخلت دقيقة طيب قال أنا دخلت بندر عباس المساجد الصونية ونعم، ولكن إمام بندر عباس الشيخ صالح الضيائي من قتله؟ المخابرات الإيرانية هو الذي قتله، والدستور الإيراني دستور شيعي خالص، وبقي أما عبادة القبور الذي ذكره هو، أنا لم أتكلم إلى الآن بعبادة القبور. عبادة القبور سيئة من أي كان، من شيعيا كان أو صنيا، ولكن هو فعلا منتشر بين بعض أهل السنة والجماعة من عوامهم، ولكن علماءهم لما ينورونهم ويبينون لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإن كنتم أنتم تدعون نصا، وهذا الحديث موجود عندهم أيضا، عند الشيعة موجود أيضا، وأتوه البرقي الذي خرج من التشيع أثبت ذلك أيضا. 30 ثانية. نعم، ونحن لا نقر بعبادة القبور، لا بعبادة قبر الرسول ولا بعبادة قبر غيره، ولكن هؤلاء الجهال لا يفرقون بين ألا إني نهيتكم زيارة القبور فزوروها وبين استعانة بها. ولذا أنا أقول خلينا نناقش بالتوحيد حتى أثبت أن الشيعة مشركين اليوم، وهذا هو لب الموضوع. لما يستعينون بغير الله تعالى، يا علي مدد، يا حسين مدد، يا مهدي مدد، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من استعان بغير الله فقد أشرك. طيب، ولذا نحن نريد من عوام الشيعة أن لا يختاروا مشايخين. طيب أوكي، لحظة إلى هنا تكون المرافعة الأولى انتهت. الآن احتياطا لأنه فيها نقاط متبادلة، ثلاث دقائق لكل منكما للرد على ما جاء في الأخ، فثلاث دقائق حتى ترد على ما قال، وثلاث دقائق يعني بداية من الساعة 9:49. هو قال أنه لا يوجد في كتب السنة من يقول بالتحريف. هذا صحيح مسلم، روى مسلم. أنا قلت لا لا تقول الأرسال هكذا، مثل ما أنا جيت من السنة، مثل ما جيت من السنة قرآن محرف، مثل ما جيت من كتب الشيعة أفوان الشيعة بالنص، لا ما في بالرواية. طيب لا ما في بالرواية، يا مسلمين اشهدوا هلا يحملون كلامي. طيب، هؤلاء يتقنون التحريف. طيب لحظة، إذا كلامي ائتوا بقول واحد من علماء السنة قال القرآن محرف. سوف يرد عليك هكذا. أنا فقط عايز أقول حاجة للمشاهدين. أيوة، شركان الأعزاء الكلام في هذا البرنامج الآن النظام، إذا ثلاث دقائق تعليق لدكتور عبد الحميد، حنرجع نحسب من جديد، ثلاث دقائق تعليق من اللوشي، إذا بعد ست دقائق حناخذ ثلاثة مكالمات من السادة المشاهدين، وإذا استطعنا إذا كانوا مختصرين ممكن نأخذ حتى خمسة أو ست مكالمات ثم نعود إلى الضيف. ثلاث دقائق من ناين فيت، يلا من 9:50. أولاً نحن لا يوجد عندنا كتاب كل ما فيه صحيح. لماذا؟ لأن باب الاجتهاد عندنا مفتوح غير مغلق. أما أهل السنة فقد أغلقوا باب الاجتهاد بالمذاهب الأربعة، وجعلوا البخاري ومسلم وبعض الصحاح جعلوها من الصحاح التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. نحن بما أن باب الاجتهاد مفتوح فكل مجتهد هو الذي يصحح الروايات الواردة، فإذا جاء واستشهد برواية موجودة في الكافي أو في غيره، من قال له أن هذه الرواية صحيحة؟ هذه أولا بدون كلام. أنا ما قطعتك، أنا ما قطعتك. ثانيا
قال آتني بدليل على أنه في كتبنا تحريف. أقرأ أقرأ لك هذا القول. هو مسلم في هذا الرواية. روى مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلمني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت أن الآية تمليها عائشة وفي صحيح مسلم فأملت علي الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ولا يوجد في المصحف وكلمة وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله. وهل هناك تحريف أعظم من هذا التحريف؟ هذا صحبة مسلم. هذا صحبة لا تقاطع. وهذه الرواية أيضا في موطأ الإمام مالك في صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة 112. يا إخواننا أهل السنة انتبهوا إلى هذا التحريف في القرآن بنص صحيح مسلم. ثم أسألك يا أخ البلوشي، هل تؤمن بأن القرآن غير محرف؟ تؤمن بهذا أم لا؟ وماذا تقول بأن القرآن، من يؤمن بأن القرآن محرف؟ هل تكفره أم لا؟ أسألك سؤال. طيب، هل تؤمن أن القرآن محرف أم لا أولا؟ وثانيا ماذا تقول بمن يقول بتحريف القرآن؟ هذا السؤال أسألك إياه وجاوبني على هذا السؤال. خلاص دقيقة انتهى. لا هو عنده خد منه 50 خد 2 خد خد دقيقتين ونص. أسألك هذا السؤال جاوبني. السؤال واضح. جاوبني ما هو جوابك الآن. جوابك وقت. الآن جاوبني. لا عشان لا تأخذ الوقت. لا ما تأخذ. لا هو أنا جواب. أنا خلنا نتكلم. أنا خلنا نتكلم. أنا. هذا السؤال. من قال أن كلامه انتهى. انتهى خلنا نتكلم. من قال أن القرآن محرف هكذا بهذه العبارة زيد فيه أو نقص تحريف وهو كافر مرتد خارج من الإسلام كما هو الكافي مرتد خارج من الإسلام كما هو المجلسي مرتد من خارج من الإسلام. الذين يقولون هكذا عبارة، أما هذا من فهمه السقيم من الروايات اللي يأتي بها ثم يقول هم يقولون بتحريف القرآن. الفهم السقيم هو تحريف العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الغالين وتحريف المبتلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء غلاة ومحرفون وجهال، هم لا يفهمون الفرق بين النسخ وفرق بين التحريف. هم يقولون في كتب أنا إلى الآن لم أستشهد روايات من كتبهم حتى لا أجد. هو قال لك بس القرآن ومسلم البخاري. لا أتجادل هذا الجدال الأقيم، رواية ضعيف مش رواية ضعيف. لم أستشهد أي رواية. هم يقولون أن القرآن لدى المهدي هو الموهوب لدى طائفة منهم والمعدوم لدى طائفة أخرى منهم. ذكر الإمام تأدى. يقولون أن القرآن الأصلي الذي عنده 17 ألف آية والقرآن الموجود 16,000 شوي، أي ثلثي القرآن عند هذا الموهوم المعدوم. إذن أنا لا يوجد إمام موهوم، أنت لا يوجد إمام يا خرافي يا مشرك. أهل السنة يؤمنون بالمهدي ومن شك بالمهدي فقد كفر. هذا حديث سني. لا يقولون ذلك. لا أهل السنة يؤمنون بالمهدي ولكن ليس لموهومكم المعدوم. حنجي للإمام المهدي بعدين. ولكن الآن كلامه الآن دوري صح؟ أنا أجبت على جوابي. لا. إذن هو إلى الآن يغالط. أنا أتحداه أن يأتي بقول، يأتي بروايات. الفرق بين القول يا دكتور وبين الرواية هو هذا. لما أنا أقول هذا القول أنا أتبناه، هذا قولي. الآن أنا قلت من قال القرآن محرف هذا قول. وما والرواية اللي رواها من مسلم. أنا لا أريد أن أناقش الروايات الآن. هذه الروايات يدخل في باب النسخ. لا يمكن نقهم أحاديث المنسوخة المتفق بين سنة والشيعة. أين؟ المتفق بين سنة والشيعة النسخ متفق بين سنة والشيعة. لا أريد أقهمها ولا حتى قضية البدء في باب تحريف القرآن. هو ما أنا وجهت له سؤال يتحرب منه. أولاً سؤال لماذا لا يأتي بقول ليس بالروايات. هذه من البخاري.